اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 26 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، من بينهم أسرى سابقون. وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب. وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 من أكتوبر بلغت نحو 8800.